الإشاعية فكانت حول كيف تساهم إدارة المعلومات أو إدارة المعلومات في تحسين جودة أداء المورد البشري، كيف تساهم تكنولوجيا كلام الاتصال في تنمية وتحسين العلاقات الوظيفية، كيف تساهم إعادة هندسة العمليات الإدارية في كيف تساهم إعادة هندسة المعلومات الإدارية في تحقيق الأمن الوظيفي وفيما تتمثل المتطلبات التطبيقية للتكنولوجيا؟ كيف تؤثر التكنولوجيا الحديثة على جودة البيئة التنظيمية؟ تنمية شبكة علاقات اجتماعية وتعزيز التعاون.